السلام عليكم متتبعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصاوب معكم واحد الخبز كنت شهاوه مره كنشريو من المخبزه، اللهم نصوبوا بيدينا. وهذو هما المقادير. عندي هنا كيلو ديال الفرص رطب وبيض، كيلو ديال الفينو، هنا عندي زلافه ديال سميده الحرشه بها غادي نقرص هذا الخبز، عندي معلقه صغيره عامره ديال الملحه، ومعلقه جوج معالق ديال صغار ديال الخميره الخبز. هادو هما المقادير اللي عندي. نبداو بسم الله. وهذا الخبز طبعا كنعجنوه في البانيو دائما. انا غربلت الطحين، عندي مغربل، عندي هنا الخميرة والملحة، هادشي اللي عندي. بسم الله غادي نبداو نعجنو. دائما كنقول لكم ما كندلكوش بزاف الخبز ملي كنعجنوه في البانيو، غير بيد وحده كافيه، كيجي الخبز زوين وكيجي مفشفش. انا غنجمع هذا الخبز غير هكذا، غنبقى معاه غير هكذا حتى نجمعو، غير شويه بشويه. غنحاول ندلكو غير هكذا بيد وحده، وغادي نخليه حتى يخمر وغادي نرجع معاكم. ها هو الخبز ديالنا، بعد ما خليتو خدا ليا الوقت 15 دقيقه هو خمر وضعف الحجم ديالو. انتما تبارك الله. غادي نحيد منه داك الهواء. ندير واحد زلافه فيها الماء، صافي نبداو نكورو. غير بحال هاد الشكل هكذا. انا بغيتو غير خبيزات صغار، وكل واحد شنو بغا يدير، اللي بغا الخبز كبير يديرها واللي بغا صغير يديرها. غير بحال هكذا غادي نخليهم حتى يرتاحوا ونقرصهم. نعاود معاكم واحده اخرى. كنديروا هذه الطريقه هكا غير بالماء، ما كنخليوش الطحين يدخل فيه لداخل باش كيجي زوين. صافي كنعاودو نحطوه في هذه السميده. حيت العجينه خفيفه بزاف غادي نساعدو معها غير بشويه. Thank you.
غنمشي معاه بحال هكذا. دابا غادي نكرس معكم هادو طلقوا شويه. غادي نقرصوهم مزيان حيت فيهم داك الفورس، الفورس كيطلع الا ما تقرش كيطلع، ضروري تقرصو مزيان. صافي هذا هو الشكل اللي بغينا، كيجيو غير هكذا رقاق. صافي غادي نخليهم هكذا يخمروا، نعاود واحدة أخرى. أنا غادي نكمل بحال هكذا تنكمل، وعاد نرجع نشوف نصاوب معاكم كيفاش غادي نفتحو هكذا باش غادي يجي بحال الشكل ديال الخبز ديال المخبزة. انا قرصت بالخبز هو هذا، انا درتهم غير صغيرين بحال هذا الشكل هكذا. صافي هذا هو القياس اللي بغيت، وكل واحد شنو بغى يدير. وبحال هذا الشكل هكذا كنديروا واحد الخط هكذا، نعاود نديرو هكذا بحال التزيين. وصافي اللي ما بغاش يدير بحال هكذا هاد الشكل هكذا ما يديرش، يخليهم طبيعيين عاديين. انا بغيتهم بحال هكذا باش كيجيو لنا بحال ديال السوق. صافي بحال هكذا غادي نخليهم تيخمروا. المهم غادي نخليهم، انا غادي نكملهم وغادي نخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه اخرى ونطيبهم ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نشوفوا كيفاش جا الخبز ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، انتم كي كتشوفوا كيجي زوين وكيجي محمر. هذا هو انتم، انا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها. كيجي فتي كيجي رطب وكيجي زوين. وحتى البابا ما كتجيش فيه بزاف كي كتشوفو، ها ما كايناش فيه البابا بزاف، كيجي خاوي. العجينه البانيو كتجيبو زوين كيف قلت لكم، دائما احسن حاجه هي نعجنو في البانيو. ها نتوما كتشوفو ما كاين لا بضع لا والو، خبز مدلوك وزوين ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه ديال الخبز اللي درت معاكم، خليتكم على خير وشكرا.